البنات كليرين لاباس بخير، كنتمنى تكونوا بخير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو وجدنا جليلبات جداد وقفيطنات وداكشي، وبغيت نشاركهم معاكم قبل ما يديوهم هما ليهم، حيت البياس اللي تخدم كيمشي. واخا خدمنا شي حاجه قليله قلت نشاركها مع البنات باش اللي عجباتو شي حاجه يخدم عليها. وكنقول لكم اللي عجباتو شي جلابه يسكرينيها ويصيفطها ليا في الواتساب، ولا بغى يشوفها مزيان يدخل الانستغرام ديالي، راه غيلقى التصاور يشوف جلابه على خاطرو يهزها من الانستغرام ويصيفطها ليا. ودابا غنوريكم الموديلات اللي خدمنا. عندنا هاد القفيطين ديال البروكار، شفت البروكار خدمناه بالتنبات بالعقاق والموزونه، دخلنا فيه هاد البوردو مع هاد العقاق ديال الكارتي كيجي زوين. والسفيفه خدمناه بالسفيفه ديال الصم ودرناه على شكل غوب جا كلوش. دابا كتشوفوا في هاد القطعه هنا على حساب الكلوش ديال التحت باش يجي بحال الغوب، كيجي عريض بحال الغوب. كتجي فيها القطعه هنا ما كتبانش ملي كيتلبس وكتجي على الحزام، راه بقاو في الفيديو حتى الاخير راه غتلقاوه ملبوس في الماينكا ومحسن. كتجي هاد القطعه كتجي تحت الحزام. درنا لكم يوم فواكار ملي كيتلبس كيجي زوين، كيجي غزال في اللبس. عندنا هاد الجلابه الحمراء، كان فات وريتكم هاد الموديل، خدمناه بالضفيره حتى لتحت وبالتخريصه. عندنا الطرز بالبوكلاج، طرزنا لها الكميمات. اصلا هاد الموديل كنت وريتو لكم في البلوماري في البترولي، كان عندي في البترولي، غير هو الموديل كيختلف ما بين لون واللون، فهمتي كل لون وكيفاش كيعطي فيه. حتى في هاد الغوج جا غزال وفيها الافتتاحات في جناب، حتى هما مطروزين، حتى هما كيجيو فيه مطروزين من القدام ومن اللور. هادي القميص مولاتها دايره لها القميص ديالها ديال الدونتي، ملي كتلبس معاها كيجي غزال، ملي كتلبس كتجي للحضور، ملي كتلبس تحت منها القميص كتجي للحضور زوين. عندها هاد الموديل حتى هو كيجي زوين ديال لي بوش، هاد لورانج هو اللي دارج دابا على الموضة، كتجي في صالة مخزانية. طرزنا لها الجويبات والكمام، درنا لها الجويبات بالألوان وطرزنا لها الكميمات، خدمناها بالموف. هاد لورانج كيجي فيه الموف زوين، صافي كتجي سامبل بالطفيلة نص طوق بالسيورة بالطرياس. الخدمة كيف ما كنخدمو ديما، الناس اللي كيخدموا عندنا راه عارفين خدمتنا وعارفين الاتقان وعارفين كلشي، لا من ناحيه الصاله لا من ناحيه الخدمه لا من كلشي، عارفين الخدمه ديالنا. واللي ما كيعرفوناش راه يوليو يعرفوا خدمتنا ان شاء الله. عندنا هذا القفطان في السيال بالثوب ديال المليفه، قفطان بالاحزام ضفيره عقيدات طريس في الكول، جاب الطرز رباطي باليد وتنبات، درنا ليه الضفيره حتى لتحت ونفس الخدمه اللي درنا ليه في الكمام. عندنا هذه خدومه بالعقاق كلها مونطيه بالعقاق في الجناب، كلها مونطيه بالعقاق كتجي زوينه حتى هي. هذا الموديل كيجي زوين، هو اخر ما كاين دابا في العقاق، صافي هابطه بالعقاق حتى لتحت في الجناب ديالها. وكنخدموا بالعقاق البرومي انا البنات. عندنا هذه ما نسيناش البنيات الصغار، حتى هما كنديروا لهم جليلبات على قدهم، درنا لهم نص طوق، درنا لهم رشيمه صغيره في الصدر خفيفه.
نصطه جلابه خفيفه بالنسبه للبنيات. عندنا البنات قنيضرات ديال الرجال اللي بغات تهلا في راجلها، بغات تهلا في خوها، بغات تهلا في باها، بغات دير رضات شويه الوالدين، تبرع على الاب ديالها وتخدم لي شي قنيضره حتى هما كيجيو زوينين. كنخدموا القنادر، جلالب، جبادورات، تونيكات، كلشي ديال الرجال حتى هما كنخدموه. كتجي الخدمه بحال هكا على حسب، كاين الموديلات، كاين الخدمه اللي كتهبط حتى لتحت، كاين القندوره اللي كتجي مسدوده من القدام، كتجي الخدمه في الكتاف بحال هكا. عطيتكم غير فكره وصافي، فهمتي؟ يعني عندنا كنخدموا ديال الرجال، جلالب، قنادر، كلشي. عندنا هذا الموديل وجد عندنا خفيف حتى هو، وموديل جديد، وهذا اللون الاحمر تعطاو ليه بزاف. درنا ليه البيرلاج للكمام فقط، غير الكمام بوحديتهم. هنا خدمه خفيفه كما كنخدموا بالضفيره، بالسيوره، بالطرياس، كلشي. افتحات في الجناب عاديه، بصاله عاديه وفيها افتحات في الجناب، كتجي زوينه. وهاد البيرلاج ديال الكمام هو اللي لاعب واحد الدور، كتجي زوينه ملي كتلبس، كتجي زوين. وهادشي اللي عندنا البنات، ان شاء الله تسناونا في فيديو اخر، يكونوا موديلات اخرين جداد، وداكشي اللي وجدناه غنخدمو نوريه ليكم. ودوزوا عندي الانستغرام باش تشوفوا الموديلات، التصاور كنصورهم وكنلوحهم في الانستغرام. وكنتمنى منكم تشجعونا باش ديما نعطيوكم الجديد، وما تنساوش لينا ابوني، وما تنساوش اللايك باش تشجعونا وطلع لينا القناه، وديما نبقاو نعطيوكم الجديد. بسلامه البنات.